الاهلي على طلائع الجيش كانت بروفه مهمه جدا، الاهلي دخل من خلالها اجواء الاستعداد لقمه الاهرامات. المباراه كان فيها لمسه وفاء طيبه جدا من لاعيب النادي الاهلي للراحل احمد رفعت. نشوف. هذا الدعاء من الآلاف في المدرجات الذي استجابت له الملايين في المنازل هو تكريم من الله سبحانه وتعالى. الواقعة مؤلمة، والضحية شاب كان مفعم بالموهبة والأمل، ربنا صبر أهله، متكررش الفواجع دي عندنا. طبعا الموت له أسبابه عند الله سبحانه وتعالى، وتوقيت الموت مقدر، لكن الناس عندما تبحث أمور بتبحث أمور المحيطة حتى لا تتكرر، لأن مش مفروض حد يعاني. سيبك بقى من الموت كمان، المعاناة ما مش عايزين حد يعاني، عايزين كل واحد يبقى الدنيا واضحة قدامه. هو لو حصل بقى اختار أنه يعاني نتيجة خرق للنظام ده موضوع تاني، لكن كل الأمور تبقى يعني واضحة حواليه، وهو هيمشي صح، محدش هيروح للمشكله برجليه. استاذ ابراهيم، الناس عايزه تشوف انضباط عشان تعرف اولها من اخرها، بس انك تعرف اعمل وما تعملش واللي عملت هيحصل ايه، ده مهم جدا، ده ملخص الليله، وعلى فكره ملخص الغايات والغرض من ممارسه الرياضه، انك ضبط النفس والتحكم فيها، وازاي تفرح وازاي تزعل وازاي تحاول ولا تحبط وازاي تحاول ولا يصيبك الغرور. وانا اكرر في كل مره، التحفيل هو مأساة الرياضه الان. لا، ده مش الرياضه، ده على مستوى العالم كله. كل الناس يقول لك التنمر سبب مشاكل العالم، هنيجي لده بعد شويه. لكنه مستر مارسل كولر بعد الفوز على طلائع الجيش كان له كلام مهم في المؤتمر الصحفي. بدأنا الشوط الأولاني مش كويس، ما دخلناش في الماتش في أول شوط تقريبا رغم تضييع الأهداف بتاعتنا، لكن احنا كنا عايشين أول شوط الأول. المنافس أضاع فرص كمان خطيرة جدا الشوط الأولاني. بنشكر أوفا على أدائه الشوط الأولاني، إن هو خرج الشوط الأولاني 0-0. بين الشوطين كلمت مع اللعيبة، عملت تغييرات على طول، التغييرات ساعدتنا كتير. دخلنا الشوط الثاني احسن كتير جدا، متحكمين في ريتم المباراه، اشرس، بنلعب لقدام اكتر، محاولاتنا اكتر، بقينا فعالين اكتر، جبنا جونين في النهايه. سعيد جدا بتحقيق 3 نقط وبالمكسب النهارده. بالنسبه لكهرباء، هو مش استبعاد ولا حاجه، هو الفكره ان كهرباء الاسبوع اللي فات كله كان بيتمرن لوحده تدريب فردي، ما اتمرنش مع الفريق تدريب جماعي غير امبارح بس، وبالتالي تمرين جماعي واحد بس لا يكفي ان انت تخش قائمه المباراه. تمرين واحد بالنسبه لي انا ما يكفيش، فعشان كده كهرباء مش موجود في قائمه النهارده. بالنسبه للشناوي، انا الشناوي لما رجع من اصابته في شهر 6، انا اتكلمت معاه وكنت صريح معاه ان احنا عندنا ضغط ماتشات كبير جدا، وهو رجع من اصابه كبيره هيبقى صعب جدا ان هو يشارك طول الوقت كل الماتشات، والكلام ده انا قلته له، وخصوصا مع ضغط الماتشات اللي احنا بنلعبه. حاجه تانية كمان، ان اوفا خد فرصه وشارك واثبت نفسه. انا مش عايز ان انا احط الحارس على الدكه تاني ارجعه ان هو يفقد حساسيه المباريات ما بقاش موجود. انا لا قدر الله حصل حاجه للشناوي، يبقى اوفا بعيد ومش واخد ماتشات، يبدا يرجع تاني، هيبقى تقديره للكور مختلف لما يبقى موجود زي ما بيقولوا في الثلاجه فتره طويله. فعايز ان اوفا يبقى رجله في الملعب عشان خاطر يقدر ان هو في اي لحظه يحصل اي حاجه يبقى اوفا جاهز، وخصوصا ان هو اثبت ان هو جدير بالفرصه دي، لان الحارس لما بيقعد فتره طويله مش بيلعب، وعين مره واحده تنزله بيبقى تقديره للكروسات للشوط للباصات لتعامله مع اللعيبه زمايله بيبقى فيه صعوبه. ف
قررت ان انا ادي اوفا من حين لاخر ماتشات عشان خاطر تبقى رجله في الملعب عشان يبقى موجود. والشناوي اتمرن النهارده في النادي وموجود معانا، ما فيش اي مشكله. Diese Leistung abruft und ja, wir sind natürlich froh, dass er Tore schießt und so gute Spiele zeigt. بالنسبه للشناوي انا اتكلمت معاه زي ما قلت، وانا متفق مع الشناوي ان هو هيقف في الماتش الجاي، فالشناوي هو اللي هيقف اساسي في ماتش بيراميدز. بالنسبه لابو علي وسام، احنا طبعا سعداء جدا بالمستوى اللي بيقدمه. هو اول ما جاء كان طبعا جاي من اجواء مختلفه خالص، فاتصاب في الاول، كان بيتصاب كتير، اتعطل كتير في الاول، فاحنا سعداء ان هو بدا ان هو يعرف الريتم بتاعنا، بدا ان هو يخش مع الفريق، بدا ان هو يجيب اجوان. سعداء جدا بالاهداف اللي بيجيبها مع الاداء اللي هو بيأديه، لكن هو لسه عنده كتير واحنا مستنيين منه اكتر كمان، وسعداء بيه جدا. Wir haben das Ziel zu gewinnen, also müssen wir dieses Spiel versuchen zu gewinnen. طبعا مباراة هامة جدا. أنا أول حاجة هعمل إن أنا هدي اللعيبة بكرة راحة عشان خاطر تفصل خالص، وبعدين نبدأ إن إحنا نستعد يومين بشكل جاد جدا للمباراة. أنا هتفرج على ماتشات طبعا كتير لبيراميدز عشان خاطر إن أنا أشوف أفضل طريقة إن إحنا نلعبهم بيها. هنتمرن يومين بشكل مكثف، هنبدأ إن إحنا نعمل تدريبات تكتيكية كمان. بالتأكيد إحنا متأخرين عن بيراميدز في عدد الماتشات لسه، لكن هم المنافس المباشر لينا، هيبقى ماتش كبير جدا. لو إحنا عايزين نفوز بالدوري لازم نبقى، وده هدفنا اكيد، يبقى لازم ان احنا نبقى عندنا هدف واحد ان احنا نكسب المباراه دي باي شكل ان شاء الله. هتوقف عند جزئيه من اللي قالها توقف براحتك. مستر كولر، اولا هو بقى جد قوي، كان بيبتسم وبيضحك وبيبقى مبسوط، جد قوي دلوقتي في المؤتمرات، وخصوصا انه بيسال تقريبا نفس الاسئله كل ماتش. لكن خلاص قالك هجاوب حتى لو جاوبت نفس الاجابات، بس اللي ما الاجابه اللي ما جاوبهاش نفس الاجابات حديثه عن حراسه المرمى. لمس على نقطه في ملمح شخصيه مصطفى شوبير مهمه جدا. قال لك انك لعيب بيبقى بقاله مده ما يلعبش، ولما تستدعيه تجده بهذه الجاهزيه البدنيه والنفسيه والثقه ويعطيك هذا الاداء، ده لعيب مهم وكبير، واتكلم عليه باحترام شديد وتقدير شديد، ودون ان يغفل حق ايضا لعيب كبير جدا زي الكابتن شناوي. وتفهم من حديثه كده ان انا كل واحد فيهم له ماتشات هياخدها، مش ضروري بالتناوب، لكن كمان مش ضروري ان الجون هيقعد لحد ما زميله ما يبقاش جاهز او مصاب. جميل جدا هذه الحيره، الحيره بين الكفاءات. ولكن الاجمل منها انك تستخدمها بالطريقه في تنوع التحديات. كل وان الكل يبقى جاهز عشان يدي لك افضل ما لديه. هو ده النجاح الحقيقي، أن يصل المدرب مع لعيبته أنه خرج منهم أفضل ما لديهم، فاللعيبة وهي بتتنافس بتتعاون. ده إيه الروعة دي؟ هو دي المعادلة اللي أنت عايزها، بره وجوه الملعب اللعيبة بتحب بعض، اللعيبة بتتعاون، اللعيبة بتفضل، محدش هيفضل حد على نفسه وهيتمنى يلعب، لكن هيتمنى الخير لزميله. وبتشوف مثلا اللعيب لما يكون عليه ضغط جماهيري شويه وربنا يوفقه، كل لعيبه بتروح تهنيه بمنظر مبالغ فيه، عايزاه يقف على رجله. ايوه ده شعور صحي جدا. انا احيي الجهاز الفني انه عارف يوصل لدي في وسط هذه الكوكبه من النجوم اللي ممكن تخلق بعض الحساسيات. طبعا في مرحلة خفت منها، كان لعيب يخرج متضايق يعمل يشوح يعمل، لكن سرعان ما انتهت، خدت ماتش ولا اتنين ولقينا الطبيعة تانية رجعت، لأنه فهموا إن الاستبدال مش نتيجة إنك وحش، أو إنما الغرض فني وغرض إن زميلك يجهز والغرض إنه يريحك للي جاي. عندما نصل كلنا نبقى فاهمين إن المدرب استخدمنا بالطريقة السليمة لينا وليه وللنادي، والقناعات تبقى واحدة، هنبقى في هذه اللحمة. نرجو أن تستمر يا رب يا رب يا رب. عديها بكرة كما نتمنى إن شاء الله بفوز للنادي الأهلي بإذن الله، يخلينا نشعر
ان لا الاهلي، الاهلي حظوظه كبيره باذن الله.